السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. ناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين رابح ماجر في تصريح حصري، يعني وين تكلم على ابنه، يعني وين ابني جزائري ويبقى جزائري. لطفي لم يتلقى أي دعوة للعب مع الفئات الشبانية. أنا عنده الحق، عنده الحق، وانتم ما عيطولوش، وعنده بروجي تاعه. انتم هنا مدربين لاعبين اللي تحطوهم يعني قاعد يدوا الدراهم وتدوا معاهم الدراهم وتدوا وتجنسوا انتم. انا كي نشوف هذا لطفي هذا ولد بالك نهار الاول كنت نقول بصح لا اليوم لا من حقه يلعب. كاين بالكم انتم كي انتم تعطوا الوطنيه اللي تبغوا بابا صح بابا تاع صح طفل لا طفل ما تلقات الطفل. انا مي قاعد تنسخسي وقعدوا الناس يخبروا فيا يعني وين في بارادو نهار اللي راخر ماجر كان قاضب يعني كان مولا بارادو كان قاضب وعنده فتو يخدم به وكلش لي زافير وصوالح. ومن بعد مين وخروا بابه طرده على طرده هاو ولا اللعابه ناجح كنت غادي تبيعه يعني هاو ولا اللعابه ناجح على طرده وزيد والده اللمسيه طردوه حتى ولدو القاطر بيسمع في ولدو ولا بيسمع في ولدو ما يسمعش في ولدو. هذا كبدة تاعه كي يسمع في ولدو ولدو راه ناجح. او قلتو ما هنا يا راه يلعب وما كاش لي عيط له ما عيطتلو في الايديسات ما عيطتلو في الايفا ما عيطتلو في الايفا تروا ما عيطتلو في الايدي زويت ما عيطتلو سيتو فانيك علاش علي عندهم العاب علاش علي عندهم العاب بو عنان يجمع عيطو. هذا على ما تعيطوش عطي فرصه على ما تعيطوش انت ما تعيطلو او ما عيطتلوش ما عيطتلوش يروح سبحان الله خدم على روحه خدام على روحه. والناس اللي هنا تدي سي مليار واللي يحطوا اللعابه يدوا معاهم الدراهم واللي يديروا لهم لي ستات يدوا معاهم الدراهم وهو يعني باغي لا 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 لا, لا عنده الحق. انا نعطيه الحق والله انا نعطيه الف حق انا معاه الله يعطيه الله والله الله ينجحه الله ينجحه وعنده الحق سبحان الله. وانتم راكم تدوا اللعابه من تجنسوا فيهم ديتو ديك خطره ثلاثه وزوج من سانتيتي هودوهم غارديا واحد ديفونسر هودوه وزدتو ديتو ثمانيه يعني ديتوهم راي في ثلاث ايام ديتوهم راي في ثلاث ايام ديتو ثمانيه تاع اللعابه جنستوهم. ها هو الناس مشي باغيه تهدر عليها الناس هي ساكته ديتو ثمانيه تاع اللعابه جنستوهم. ها انتوما منا تدو في الغاشي تجنسو فيهم ودي ودي لو كيما مين يجنسه يعني وتفيقوا غادي مين تفيقوا على ما يخرجوا ناس يقول لك كيما راهو يخدموا على والديهم ساكين وما عنده هذا فين يخدم عليه هذا وين غادي يخدم على روحه هذا وين غادي يخدم على روحه. ها راه ود بلومي الباشير بلومي الباشير بلومي الباشير بلومي ها بلومي مسكين على نيته قالوا له نهار اللي ولا يقول لك على احلى ابها حله أبها حلة أبها حلة الملعب بلومي خرج يهدر على نيته قال يا ودي ما نسقوش نهضرو في بلادنا استعد مليح ومنا ما نحصلوش. أما الناس حقدت عليه طردوا له ولدو من ليكيب ناسيونال المحلي طردوه طردوه قالوا له كيما هدر كيما حنا نقولوا بلي استاد خاسر وأنت قلت لا استعد مليح طردوه سي محمد طردوا له ولدو البشير تا ولا يجري فيه في أوروبا يديه منا يديه من دار البرتغال هذا يقول يجري على ولده. هو مالكم هو عنده الحق سبحان الله هو عنده الحق يجري على ولده لا عنده الحق. يا دي ما تلعبوهاش وطني تلعبي كان يلعبها وطن ماجر لطفي تربح روح انت انت عندك ولدك انت واحد واحد اليوتيوبر هما حاطين المؤخره تاعهم شكل بحر ايا ويعايروا في ماجر يا ولدك فانك ولدك شنو داير له شاك داير له ولدك هاي يمشي بكعد زياده تاع الجزائر هاولي انا الشيطان مشي باغي نهضرو كاع الناس انا الشيطان ناس تركب في بوطياته يا ويا بركاو ما تشكلوا علينا وبعثوا له نقصونا بلاد 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 لا بركاونا. في تصريحات قويه للاسطوره كره القدم الجزائريه رابح ماجر لقناه جزائر توب الإلكترونية رد فيها عن أخبار يعني خاطئة والتي اتهمت ابنه مؤكد بأنهم ينشرون أخبار غير صحيحة عنه وعن ابنه لطفي كما تحدث ماجر عن موضوع استدعاء ابنه يعني لطفي
للعب مع المنتخب القطري الأقل من 23 سنة، موضح بأن ابنه لم يتلقى أبدا أي دعوة للعب مع الفئات الشبانية للمنتخب الوطني الجزائري. هما ما عيطولوش، ما رفضش يمشي، عيطولو داروه في القائمة ومن بعد قالهم لا نروح نلعب مع فرنسا، لا مع قطر ولا لا ما دارو ما عيطولوش، عيطولو سيو عيطولو، هاو نتوما ما عيطولوش تعصرو في ولاد الناس ولا تهموا فيهم. يعني وين نقول لكم بلي وين يعني وين عنه عن ابنه، وين نقول بلي المنتخب الوطني. وقال ماجر في تصريحات حصريه: اولا وقبل كل شيء انا متفاجئ في كره، يعني في الكره مره ارى كلام حول ابني لطفي ماجر. الناس لازم عليهم يعرفوا الحقيقه، هناك من يقول ان لطفي ماجر اختار المنتخب القطري الاقل من 23 سنه، على الجزائر أن يعرفوا يعني الحقيقة. وتابع لطفي ماجر ابني: لحد الآن لم يتلقى أبدا أي دعوة لتمثيل المنتخب الوطني الجزائري الأقل من 23 سنة أو 17 سنة أو 20 سنة. وأضاف ماجر: ابني كان واحد من أحسن اللاعبين في الفئات الشبانية اللي فردوا قبل أن يتنقل إلى الدحيل. وتابع قائلا: يعني بالنسبة للناس التي تقول أن لطفي اختار المنتخب القطري، ابني لم يختار أي شيء، المنتخب الوطني الجزائري لم يستدعيه أبدا. هل هذا خطأ ابني؟ والله ما خطأ. هل ابني رفض المنتخب الوطني؟ لطفي كان ينتظر الدعوة من المنتخب الوطني عندما كان في فرادو، ولكن لم يتصل به أحد. ليضيف قائلا: ابني عمره ما رفض المنتخب الوطني، الناس راهم مغلطينهم، ابني جزائري ويبقى جزائري، ولكن للأسف لم يتلقى الدعوة لفئات شبانية في المنتخب الوطني الجزائري. شوف دروك انت ما عيطلوش، حنا نهار الاول بلاك في واحد 3 سنين ولا 2019 2020 ديبي تاع 2020، يعني بالك قلنا منهم بصح من بعد لا من بعد كي تعرف الحقيقة دروك العام ما عيطولوش، حاولوا دروك ما عيطولوش. سبحان الله، كاين اللي راه عنده لي ديبلوم صوالح لي ماجستير وعنده منو عنده يعني دار دوسيات مسكين دار. انا عندي ولد خويا هنا قاريه، ولد عمي ولد عمي قاريه، ولد كرب قرايه، ولد عمي ايه والدوسي لي ديره دير ارسل من ارسل من ارسل من ارسل من ارسل من ارسل من ما كان والو. تا واحد قلبو قالو دير دومون في كندا يرسلوا لك تاركين وكي قالوا لي ديبلوم اللي عندك دير دوس. قال راه بيتاع يدفع دوسي، قال له اروح ولد عمي، قال له ننصحك، قال له ما غاديش يعيطوا لك ما غاديش يعيطوا لك اودي، قال له دير دوموند كندا غادي يعيطوا لك، قال له سيمانه يعيطوا لك غادي. قال فاليك هذا يكره بلادول، قرا هنا فوت لارمي تاعو، يعني دار كلش ما بغاوش يقبلوه. سبحان الله، سبحان الله، وين ما يدير دوسي تاعو ما كاش اللي يعيط له. صايك عندو المسكينه كي راه قريب 30 عام وبيقعد يشوف فيكم، وانتم تدوا الدراهم وتنجحوا في ولادكم وديروا من هيا كي واحد يرد لك راح. وما جرى فاني عنده العقل، ما جرى يشوف الا انا بلي ما كي عاب شكاي. ليضيف قائلا: ابني عمره ما رفض المنتخب الوطني، الناس راهم غلطينهم، ابني جزائري ويبقى جزائري، ولكن يعني للأسف لم يتلقى دعوة الفئات الشبانية في المنتخب الوطني الجزائري. وعن سؤال عن ما إذ كان لطفي ماجر سيلعب للمنتخب الجزائري مستقبلا في حال تلقيه الدعوة، قال ماجر: أنا ديمقراطي مع ابني، أنا لن أتدخل في قرار ابني، لكنني أعلم بأنه يحب المنتخب الوطني الجزائري. إن كان ابني ليس باللعاب الجيد معليش، لكن ما لازمش نتكلموا عليه بكلام سيء. ليختتم أسطورة بورتو سابقا كلامه قائلا: ابني جزائري، أبعث هذا النداء للشعب الجزائري باه ما يغلطوهمش، يعني مع ابني لطفي كما غلطوهم معي. أما بخصوص الناس التي تتكلم عن ابني أقول لهم الله يرزقكم، يعني الله يرزقكم، خلوا ابني ترونكيل. يعني ما أنا الله يسهل عليك أولدي، الله يسهل عليك، أنا ما نسبو تا واحد وقول صاي فقنا نسيت البس بالشكارة اللي يقول لي أنا طقت.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو باش دائما معكم بجديد، ونمشي ابوني معنا ودائما معكم. صحيتو خاوتي.